جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تربية الكلاب أجلكم الله في منازل الريف حرام أم حلال؟ وإذا أمسكها الإنسان فماذا يفعل؟ وجهونا إلى هذه القضايا جزاكم الله خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل فيه، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. ولم يبح النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ الكلاب إلا لثلاث أحوال: الأولى الحراسة، حراسة الأغنام أو حراسة يعني حراسة الماشية أو حراسة الزرع أو للصيد، اتخاذ الكلاب للصيد، وهي الكلاب المعلمة التي تستعمل للصيد. هذه الأغراض الثلاثة يباح اقتناء الكلب لها: حراسة الماشية وحراسة الزرع والصيد بالكلب المعلم. وأما من اتخذ الكلاب لغير ذلك فإن هذا محرم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك ينقص من أجره كل يوم قيراط. ولا تدخل الملائكة البيت الذي يؤوي كلبا. وكيف يكون حال الإنسان الذي لا تدخل ملائكة الرحمة إلى بيته؟ وأما ما يفعله بعض المقلدين للغرب والمقلدين للكفار من اتخاذ الكلاب في بيوتهم أو في سياراتهم، فهذا أولا أنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم اتخاذ الكلاب لغير ما جاءت فيه الرخصة، وثانيا أنه تشبه بالكفار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وثالثا أن هذا فيه إضرار بالصحة، لأن هذه الكلاب فيها أمراض وربما تكون أمراضا خطيرة. نعم.